مثل ما بيقولوا سلمى ختامة مسك، يعني رح نحكي عن التراث الغنائي السوري وهو جزء من مجتمعنا، واليوم رح نتعرف على صوت جميل يحيي التراث وعن آخر النشاطات والأمسيات الموسيقية التراثية الطربية في المركز الثقافي بالعدوي بعنوان تراثنا أكيد تراثنا تبرنا. بيقولوا نتعرف على تفاصيل الأمسية. بصرنا نرحب بالفنان ربيع إبراهيم، مطرب وملحن وعضو في نقابة الفنانين في سوريا، وأيضا الأستاذ نور العسلي عازف على العود، وأيضا الأستاذ أيمن خربطلي على الدف. نورتوا صباحنا، أهلا وسهلا فيكم. صباحكم يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيك. رح نبلش مع حضرتك استاذ ربيع، خلينا نحكي عن الامسيه الثقافيه التراثيه اللي رح يتم احيائها، وناخذ هيك شويه تفاصيل عنها. نعم طبعا، احيانا امبارح احنا امسيه ثقافيه، يعني كانت عباره كلها تعنى بالفن السوري، بس يعني بالنسبه للاغاني كانت كلها من التراث السوري وكلها مغنات بالحناجر السوريه الشاميه والحلبيه. فنحن ما عرجنا برات، ضلينا بالنمط السوري فقط. نعم. بالاغاني القديمه السوريه. نعم، يعني سلمى يمكن كثير هيك نحن بنتشوق لنشوف تراثنا ونسمع تراثنا ونفتخر فيه. اكيد، ولهيك بدنا نبلش دغري. بعد ما هيك اخذنا معلومه صغيره رح نحكي شوي، بس بدنا نسمع طبعا اغاني اكثر. تفضل. هلا امبارح نحن رح نغني من الاغاني اللي غنيناهم امبارح. تفضل. فامبارح عسليه الدو. إيه عسلي عسلي عسلي، صابون عيوني العسلي، عسلي عسلي عسلي، صابون عيوني العسلي، خبيتك بعيوني من اسمي مجنوني، أحلى الحلوة نظراتك ندهوني للحيرة ودوني، ولوب النيام بالله يا غزالي غزالي يا مالي ورسمالي، بالله يا غزالي غزالي يا مالي ورسمالي، خلي بقلبك حنية، عسلي عسلي عسلي، صابون عيون العسلي. شو حلو ويتسلم هالصوت. يعني طبعا هاي الأغنية للأستاذ نجيب السراج، الله يرحمه. الله يرحمه. العمالقة السوريين يعني اللي عملوا أغاني كتير حلوة. نعم، وصوتك كمان جميل. شكرا لك. جلت عدد بلدان، سوريا لبنان الأردن، يعني كان لك جولات هيك عديدة بين البلدان العربية، خبرنا شوي عنها. والله هي كانت أكثر شيء بالعمل، يعني كنا نعمل شغل برا حلو وحفلات. الصوت السوري مميز. أكيد الصوت السوري مميز ومطلوب ومتقن للهجات كلها. نعم. فبيغني كل صحيح. فلهيك الصوت السوري مطلوب برا. نعم. ومحبوب. نعم. يعني نعم. أكيد، ودائما تراثنا حافل بالطرب والأغاني الجميلة. خلينا نقول أيضا برصيدك الخاص بعض الأعمال الخاصة لك، إن كان بشي بخص التلفزيون أيضا وبالإذاعة، خلينا نحكي عن تجربتك الخاصة. هلا أنا عملت السنة الماضية أغنية كان اسمها يا ساكن بقلبي، من كلماتي وألحاني. حلو. توزيع جوزيف مصلح. وكان لي تجربة قبل، عملت أغنية لالا كمان فلكلور، كمان عملت كلام أنا سويته ولحنته. وكان في عندي أغنية قديمة طربية اسمها كانوا، كمان من كلماتي وألحاني، بس أسلوب طربي. يعني شو بتحب تسمعنا منهم؟ منهم؟ أنا وحدة يلا اعطينا هون الصور. لا لا الصبح بخدة، لا لا هب الهوى وطير شالة، صغيري أمورة وغنوجي وبعمري ما شفت مثالة، لا لا ويا عمي ويا لا لا هالحلوة زايد دلالة، نظرة من عيونها بترميني ما فيني اصبر بدالة.
حلو. هيدي من ألحان الأستاذ جوزيه؟ لا، هاي من ألحاني. نوجه له تحية، هو عازف عود كمان، عازف عود من طراز الرفي، نوجه له تحية. طبعا موزع كتير خطير ومرتب. تماما. خلينا أيضا نحكي، كان لك ثلاث أغاني هلا حاليا. يعني دائما هيك الواحد بيطمح للأفضل، يعني مثلا حتى زار بلدان عربية بيطمح أيضا يطلع، إن شاء الله هيك ظروفنا تسمح أنه نحن نطلع على الخارج. شو هيك ناوي؟ شو محضر؟ شو أحلامك؟ شو طموحاتك؟ يعني والله نحن متنا مثل أي موهبة، يعني منحب إن يكون إن ناخذ يعني النجومية الصح، مو مثلا إنه من كل من كتب كلمة نجم معناتها نجم. يعني صحيح، يعني هلا أحيانا بتلاقي لافتات بالطريق، النجم العربي، النجم ما بعرف شو، هذا كله هلا نحن بنسعى للنجومية الكبيرة. يعني انت عندك مثلا، في عنا اسماء حلوه بسوريا مثل ناصيف، مثل وفيء حبيب، مثل كذا كذا، هذول نجوم على مستوى الوطن العربي. فنحن بنسعى لهذا الموضوع ولهذا، وان شاء الله الله يوفقنا. يعني اكيد، يعني استاذ ربيع دائما بنقول هيك، الفن بشكل عام هو مساحه كثير كبيره وبدها مجهود كثير كبير. طبعا طبعا. ودائما الفنان كل تجربة هي مغامرة، بيتعلم منها وبيكتسب منها، ولكن الطرب والتراث هو المغامرة الأصعب على الفنان. أكيد. وخصوصا بهذا الوقت، كتير ناس هجرت هذا الجو باعتبار أنه ما بيبيع، أو ما كتير في ناس عم تسمعه للأسف، مع أنه الحقيقة أنه الزويقة لساتهم موجودين. طبعاً طبعاً. مع اختلاف الأعمار واختلاف الأماكن بالعالم، لحتى اليوم لما بيطلع هيك حدا بيدندن شيء صغير للست أم كلثوم الله يرحمها، أو لفنانين الكبار بأهل الطرب بحلب، تلاقي الناس هيك بتنشد وبتسمع. أكيد. خلينا نسمع شيء حلو طربي منك ترجع لنا فيه هاي الذاكرة السمعية الحلوة. فلا جمال عبدين بالفلا جمال ساري، قلت رايح فين؟ بالفلا جمال ساري، قلت رايح فين؟ يا نار يا المحبوب، يا ناري جايدة بالجنبين. يا جمال حين يكون حداي، قل له نار الحب لافى ومشعل بحشاي. يا ريتني يا جمال نغمة تبقها عناي، افرح المحبوب فيها ودمعتي بالعين. الفلا جمال ساري، قلت رايح فين؟ يا نار يا المحبوب، يا ناري جايدة بالجنبين. سلم هالصوت. يعني خلينا نحكي عن الأصداء، أصداء التراث، التراث السوري بالعالم. قديه يعني نحن متميزين بكل شيء طبعاً. وتراثنا عن جد، يعني مو لأنه نحن سوريين أو عم نتحيز، ولكن عن جد العراقة هي من عنا، والأصالة والتاريخ. خلينا نحكي شوي هلا بالنسبة للتراث السوري. التراث السوري متنوع جدا، يعني بين الجزيرة، بين حلب، بين اللاذقية. نعم. بين ريف اللاذقية وطرطوس والسويدة ودرعا، فغني جدا وبيضل بيعطيك فكر. يعني لحتى انت تجيب اغنية من الفلكلور ترجع تجددها كل فترة. حلو. وبتلاقي رواج، وبتلاقي ان العالم بتحبها، لانه لحن قريب لمسمع الناس وعايش، يعني تراثنا وفلكلورنا عايش فينا. فنحن لما نغني دلعونا مثلا، انه هذا شيء إنا يا غزيل، هوارة، كذا. هلا في كتير أصوات عم ترجع تعيد الدلعونة بطريقة جديدة، عم تتغنى بالحفلات وبالكذا.
أكيد. يعني موجودة صح أكيد. التراث والفلكلور لا يموت طبعا أكيد. يحيى ممكن بعض الفنانين يدخلوا شوية تطور عليه ايه؟ حاولوا يدخلوا هيك بالتوزيع. نوع من أنواع الموسيقى أو مثل ما بيقولوا التوزيع لكن ما بيموت. الألوان السورية متميزة ايه أنه أكثر لون بالفلكلور السوري الأقرب إلى قلبك واللي بتحب دائما أنك أنت تحييه وتغني؟ والله كل شيء سوري حلو يعني ما يعني هلأ يعني أنا بحب تراث الشمال. انت شو بتحب؟ بتحبي يعني الساحلي؟ لا الشمال حسك قامش لي حلو كثير حلوين حلو مغني لك غني لنا يلا يلا جاز يا دلهو يا دلهو يا ديدي ديني يا دلهو يا دلهو يا ديدي ديني واعطيني محبوب قلبي لاطلع من هالبلاد واعطيني محبوب قلبي لاطلع من هالبلاد سعادة كشكش حمام من وادي لوادي سعادة كشكش حمام من وادي لوادي والله لا كشكش معنا من حرقة فؤادي والله لا كشكش معنا من حرقة فؤادي يا دلهو يا دلهو يا ديدي ديني يا دلهو يا دلهو يا ديدي ديني أعطيني محبوب قلبي لاطلع من هالبلاد وأعطيني محبوب قلبي لاطلع من هالبلاد تسلم هالدم كتير. طيب خلينا نروح كمان نسمع شيء تاني كمان من التراث والفلكلور وهالمرة أنت اختار شو بتحب سمعنا أغني شيء يا محلى الفصحى دو لادئي الساحل وليس صباح ساحلنا كله يعني يا محلى الفسحة يا عين يا عين لي على راس البر والقمر نور يا عين يا عين لي على موج البحر يا محلى الفسحة يا عين عين لي على راس البحر والقمر نور يا عين عين لي على موج البحر قال لي أصل المحبة ضحكة ولعبة أصل المحبة ضحكة ولعبة خلينا الصحبة يا عين على طول العمر والقمر نور يا عين يا عين لي عالم وعالم وجل البحر سلم هالصوت شو حلو هالصباح المميز والمتنوع بالتراث الجميل تعبناك بس لا. يعني ما عم نشبع منكم صوتك الحلو المنطقة الجنوبية شو هيك فينا كمان يوما على يوم لو طالت الفرجة ما نسيت أنا يوم ما نسيت
على يوم لو طالت الفرجة ما نسيتنا يوم ما نسيتنا الرفقة ما نسيتنا الرفقة سب الحورة شرشف قصب ومطرز بنيسة عرسك صبايا ولمنتك في الله واني غريب اسأل عن الرفقة واني غريب اسأل عن الرفقة يا 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 يوما على يوم طالت الفرجة ما نسيتنا يوم نسيتنا الرفقة نسيتنا الرفقة سلم هالصوت سلم. يعني هيك عملنا جولة لوحة تراثية نعم. جميلة فلكلورية بصوت حضرتك أكيد والشكر للعازفين اللي عم بيرافقوك طبعا خلينا اليوم نقول قديش هاي اللوحة هيك الصبح وخصوصا نحن هيك الصبح كل اللي عم بيتابعنا حاطط فنجان قهوة وعم يشرب معنا فنجان قهوة بيكون هيك عطينا شوية الحمد لله. شوية راحة راحة نفسية أيضا الموسيقى راحة نفسية خلينا قبل ما طبعا نختم لسه معنا شوية وقت مزبوط معنا شوية وقت معنا شوية وقت خلينا نسمع شيء منك اليوم طربي أصيل طربي هيك طرب يلا إن كنت ناسي أفكرك إن كنت ناسي أفكرك أما كان غرامي 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 بسهرك وإن كان بعادي بحيرك 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 وإن كنت ناسي أفكر دمجنا معك لدرجة يعني عن جد بيقولوا الموسيقى غذاء الروح طبعاً. هي غذاء الروح وهي
فينا نقول بتفرغ الطاقة السلبية اللي جواتنا بهالظروف الصعبة اللي نحن عم نعيشها. يعني الوقت واحد بده يروق شو بيعمل بشغل موسيقى. عن جد سالي أكيد بيشغل موسيقى ويعني مع هال خلينا نقول هيك مسك الختام. مزبوط سالي مسك تمام. ختامنا اليوم هو الموسيقى مع الفنان ربيع. أكيد نشكر وجودك معنا مرة تانية. نتمنالك التوفيق بكل الأعمال القادمة أيضا للعازفين اللي كانوا عم بيشاركوا. شكرا لكم عزبناكم ولكن أمتعتونا. نتمنى نكون أمتعنا المشاهدين بهالفسحة من الموسيقى والطرب. شكرا تشرفنا فيكم. شكرا لكم على الاستضافة الحلوة. واجبنا أكيد وإن شاء الله موفقين بكل أمسياتكم الغنائية. ودائما نحن نتمنى للسوري أنه وين ما كان يبدع. وأكيد نحن مبدعين وأصوات جميلة. أهلا وسهلا فيك. موفق بحياتك. شكرا.